كان هو قصته في حياته اهم حاجه عنده الخير. يعني اهم حاجه في حياته هو الخير ويتعمل الخير. يعني كان يعز جدا اللي جاي ده. ويعني علمنا معلومه كده، معاه ياكل ما معهوش ياكل، واللي ما معهوش ياكل ده اهم من اللي معاه ياكل، لان هو محتاج ومش قادر يقول. تمام. ومحتاج وعايز يقول، عايز ياكل معهوش. فاهم ازاي؟ غير ان اللي معايا بيختار اللي هو عايزه. هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. يعني انا الكلمه دي مثلا سمعتها على عربيه كبده، سمعتها على عربيه سمين، لكن السمك مش رخيص. والله في جميع الحالات مش موضوع رخيص، في جميع الحالات لازم ياكل. لازم ياكل. بنعمل احنا وجبه كده شويه رز وعليها قطعتين مع الرغيف. مش مرضعه بالنسبه لي، بس مفرحه للاخر. طبعا مفرحه لاي حد تاني. يعني واحد، وفي ناس عزيزه والله، يعني انت بتدنيها في الشارع، تعالي تعالي خد. انا واحد من الناس، انا واكل علقه. هات يا فندم. انا واكل علقه، انا هكمله. طبعا طبعا اساسي. انا واحد من الناس واكل علقه بسبب واحد، ان انا قلت له، يعني انا جاي الصبح كنت لسه عيل صغير، واحد جاي ياكل شويه يا عم وبتاع، خدني في الحته دي كده بعصاية، عشان انا قلت للراجل ده كمان شويه تعالى خد اكلك. قال لي ده اهم، انت جايز ان انت الكيان اللي انت فيه ده كله بسبب واحد زي ده. فاهم ازاي؟ الكلمه دي عايز اقول لك مثلا 92 93 لحد يومنا هذا، لحد يومنا هذا فعلا فعلا بتدي لعلامات ستر ورضا وكل حاجه. ان شاء الله. يعني ممكن تبقي داخله مشكله، والمشكله تبقى اساسي خلاص قدامي وخلاص، ونازله فيها نازله فيها. تبص تلاقي ربنا بيسترها وبيعدل الدنيا كلها. تمام. طب حطه بقى، عشان عايزه ايه اسالك سؤالين مهمين جدا. اتفضل يا فندم. طيب الوالد اتوفى سنه كام؟ 2018. 2018. من 95 ل 2018 انتوا بقى الجيل الجديد. طورتوا المحل وكبرتوه ازاي؟ هو والله هو كان ليه فكره صغيره كده. فكره ايه؟ ان انا يعني انا اتعرض عليه محلات هنا وهنا، وعنده وعندنا محلات، عندنا محلات في كذا مكان، بس محلات لسه بنوضب وهنشتغل. كانت فكرته حاجه واحده، انت طالما انت بتعمل الحاجه مظبوطه في مكانك هيجي لك كل هنا مكانك. واضح انك كنت واخد قرار انك تكمل مسيرتك وتفضل رافع راسه العمر الحمد كله. الحمد لله. وتكمل في تجارته مع ربنا ان شاء الله، بدليل وجبات الخير اللي بتطلع كل يوم. طيب الحمد لله. نفسك دلوقتي من خلال اهالينا تقول له ايه؟ الله يرحمه. رساله لوالدك ورساله لوالدتك. الله يرحمك، انت كبرتنا وعرفتنا الدنيا رايحه فين وجايه منين، وكنت انت يعني احن حد في الدنيا، مش على اولادك بس، ده على الدنيا وعلى الشارع وعلى المنطقه وعلى اي حد بيعرفك. طيب. وكان على اي حد بيعرفني، بدليل ان انا النهارده لو انا سالت بس يعني اي حد مننا، دايما بتبقى ابنه، هتبقى شهادتي انا مجروحه. يعني أنا لو سألت أي حد في الشارع على علي بيليا، مهما كان ولاده كانوا بيعملوا إيه، لا علي بيليا ده موضوع تاني، هو الأصل، موضوع تاني. تمام. يعني أنا كنت بفوجئ بناس حاجات بتروح لها ما بينزلوش، في ناس عزيزة شوية هو عارفهم لحد بيتهم إن شاء الله، لحد هنا وهنا وهنا، وتوصل لهم لغاية البيت. ما هو ده مش غريب على واحد طلع رجالة محافظة على اسم بابا. الحمد لله رب العالمين. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، انت ما اتكلمتش عن نفسك خالص. لا الحمد لله. انت مصر تحيي ذكرى والدك وتذكر فضلك. طبعا احنا كلنا والدي. انت موصول. الحمد لله رب العالمين. انت الحمد لله. انا كده فهمت الحمد لله سر حب اهل الخليفه ليكوا يا اولاد البلد. والدي ووالدتي. الحمد لله رب العالمين. يا اولاد البلد يا جدعان. الحمد لله رب العالمين.